we ain't know where a bookstore was nigga we right here in front of barnes and nobly nigga every day came in here and got all your books nigga everything every nigga day. you know what i mean everything yo it's fuck this book, nigga every all the rage, nigga we got rage, nigga we in the streets Hold it up. it's a soap bag fuck fuck anyway no, this no. last time you took a cigarette burn nigga <laughs> you're not a real nigga you draw comic no, strips no, nigga Drawing strips, you draw strips but we're on the strip nigga yeah. real niggas don't write books man let me see you do some real nigga shit dunk a basketball nigga <laughs> you see what you did mr. magruder you see what you did aaron you see مرحبا أصدقائي كيف الحال؟ اليوم أتيت برواية جديدة قرأتها فقط هذه الأيام الأخيرة وصراحة هذه أفضل رواية قرأتها يعني منذ سنوات جدا لم أشعر بهذا الإحساس ولم أقرأ لرواية روايه بهذه المتعه وبهذه الدقه يعني في الاحداث وفي في الترجمه وفي كل شيء روايه بعنوان اكاديب الليل للكاتب الكاتب الايطالي جيزوالدو بوفالينو كاتب ايطالي اسمه جيزوالدو بوفالينو روايه بعنوان اكاديب الليل اولا قبل ان ابدا يعني في في في, التفاصيل في هذا الفيديو الفيديو سيكون طويل يعني حتى يعني في النهايه في النهايه ساقوم باعطاء رايي شخصي في نهايه الروايه وساقوم بحلق بعض الاحداث فارجو اذا وصلت لتلك المرحلة لحلق الاحداث توقف عن مشاهده الفيديو حتى تقرا الروايه يعني الروايه هي من من ترجمه بسام حجار اللبناني شاعر لبناني وامارجي لكن قصه هذه الروايه ان زوجة بسام حجار كانت تبحث ذات يوم في مسودات وفي مكتب زوجها المتوفى فوجدت بعض العمل الاخير الذي كان منهمكا فيه وهي ترجمة هذا العمل من اللغه الفرنسيه الى العربيه لكن للاسف لم, لم يستطع اكمال هذا العمل بحيث انه قد توفي سنه 2009 وقام دار النشر باعطاء هذا العمل لتكملته للشاعر السوري والمترجم امارجي اللي عنده العديد من ترجمات القصائد الإيطالية مثل ترجمات قصائد للشاعر بازوليني وامثاله يعني ف ماذا ماذا ساقول اكثر من هذا يعني هذا حظ حظ للقارئ العربي أن, ان ان تتم ترجمه عمل بهذا بهذا الجوده الى اللغه العربيه يعني شكرا لامارجي وشكرا لبسام هجار وكذلك شكرا لزوجتي التي وجدت هذه المسودات قصه آه الروايه باختصار هي ان اربعة سجناء محكومون بالاعدام بتهمة التامر ضد الملك تامر ضد نظام الملكية في ايطاليا فيتم سجنهم وهؤلاء الاربعة هم بارون الذي يشتغل في 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 القصر في البلاط الملكي وجندي والشخص الثالث هو شاعر والشخص الرابع طالب مراهق يعني لما تكون عنده 16 عام تقريبا 15 سنه يعني لا صغير السن فيتم الذهاب بهم الى الى جزيره وتلك الجزيره فيها هي جزيره صغيره لكن فيها قلعه سيجن مثل الكاتراز حاكم تلك تلك الجزيره يعطيهم يعطيهم يعني ادي لي يعني واحد واحد الفرصه او واحد العرض لا يف... لا يرفض صراحه هذا العرض وهو ان في تلك الليله قبل ان, يشن... أن يتم قطع رؤوسهم بال... بالمقصله في تلك الليله في الزنزانه سيعطيهم اربعه صناديق داخل كل صندوق يوجد ورقه بيضاء وقلم اذا قاموا بالوشايه ضد زعيمهم الذي يدعى الاب السرمادي يعني الزعيم الذي يخطط للانقلاب وزعيم اولئك الاربع سمو يعني يسمونه بالاب السرمدي هذه هاد هاد الشخصيه هي شخصيه غامضه لا احد يعرف عنها فقط سوى الاسم فاعطاهم هذا العرض قال لهم اذا اذا واش فقط واحد من من اولئك الاربعه باسم الاب السرمدي فسأطلق سراحكم جميعا فقط واحد إذا, إذا خان القضية ثم وش باسم بالاسم الحقيقي لذلك الزعيم سأطلق سراحكم أنتم الأربع وسأذهب بكم إلى أحد المستعمرات الإيطالية في الأرجنتين وتعيشون هنا هناك بسلام ولكم الحق في الدخول إلى أرض الوطن وقتما تشاءون بهوية جديدة حتى أن الاسم الخائن الذي سيقوم بالوشاية لن أفصح عنه يعني سأتكتم عنه لكي لا يتم الانتقام منها يعني في المستقبل يعني هذا عرض من ذهب وهنا تبدأ الحبكة ويبدأ السؤال الذي يؤرق السجناء الأربع ويؤرق, ويؤرق القارئ كذلك عندهم ليلة واحدة السؤال المطروح هو هل سيقومون بالتضحية بأعناقهم برؤوسهم من أجل قضية أم أن القضية لا تستحق إراقة الدماء من أجل تحرير شعب نصفه مجرد غوائيين نصفهم جهلاء فهذا هو السؤال المطروح ليس فقط بالنسبة لي لي لاولئك المساجين الاربعه بل حتى للقارئ هل توجد لديك قضيه تستعد ان تقتل من اجلها ام لا توجد بالاساس اي قضيه تستحق اراقه الدماء من اجلها فهذا سؤال جد 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 صعب اتمنى كل شخص منكم ان يطرح هذا السؤال مع نفسه ليس بالضروره ان تكون محكوما بالاعدام لكي تطرح مثل هذا السؤال أه سأكمل كذلك بدون حرق الأحداث في تلك الليلة يعني في الزنزانة اجتمع أولئك الأربعة كما قلت البارون الشاعر الجندي والطالب المراهق يجدون داخل تلك الزنزانة شخص وهو قاطع طريق مشهور في, ناب في نابولي يعني دا عصيته مسجون كذلك معهم فاقترح عليهم <applause> اسف اقترح عليهم لعبه ان ان يعني كل شخص منهم ان يقوم بسرد حكايه ان ان يسرد واقعه حدثت في حياته اثرت فيه بشده او ان يسرد لحظه معينه في حياته سيتذكرها لحظه يعني شنق يعني قطع راسه بالمقصرة يعني قبل الثواني الاخيره والدقائق الدقائق الاخيره من قطع راسه وهنا هذه هي ملخص الرواية هي عبارة عن أربع قصص لأربع سجناء محكوم عليهم بالإعدام كل شخص يروي تفصيلة من حياته أثرت فيه والتي أدت إلى سجنه يعني مثلا البارون يحكي كيف تم يعني التعرف على الأب السرمادي وكيف والدبي به الامر الى الدخول الى السجن وهكذا امور كل شخص فيهم يحكي تفصيلة من حياته هذه هي الرواية وهي صغيرة الحجم كذلك بهذا الضوء بهذا الجودة صغيرة الحجم الترجمة هائلة لا يوجد اي عيب في الترجمة بل العكس في ترجمة فخمة جدا تحتاج بعض المفردات الى ديكسيون يعني الى المعجم فاذا كنت قارئ عادي ضروري من المعجم هناك مصطلحات جد جد صعبة او مفردات جد صعبة في الرواية لكن حتى ان الكاتب يعني بمنتهى الذكاء لم يدخلنا نحن كقضاء في تلك الشبكة ديال الاسئلة الفلسفية وكل شخص يجيب بسؤال بطريقة مباشرة لا جعل الامور تجري بسلاسة على شكل قصص مثل قصص ديكاميرون يعني قصص ديكاميرون هو شخص يعني في إيطاليا يعني في العصور القديمة كان يروي قصص شعبية وأنت كقارئ لن تحس أبدا بالملل وطوال مدة القراءة سيكون عندك السؤال هل سيقومون بالوشاية ضد زعيمهم أم سيضحون آسف سيضحون سيضحون بانفسهم من اجل القضيه اللي هي التامض ضد الملك يعني قتل الملك واسقاط النظام الملكي لتنشا جمهوريه وهكذا امور انا صراحه قريت الروايه وطرحت هذا السؤال مع نفسي قلت هل فعلا هناك قضيه في حياتي انا كبض تستحق ان اعطي رقبتي من اجلها أم أن هناك حلول أخرى من أجل علاج المشكل أيا كان هذا المشكل السؤال الثاني الموجود أو القضية الثانية الموجودة في هذه الرواية هي أن هل أولئك المساجد الأربع لديهم سبب وجيه من أجل الدخول في تلك المعركة أم أنهم مجرد طوار بربري همج وجدوا أنفسهم بشكل عبثي في تلك القضية يعني بدون وكأنه القدر يسوقهم نحو تلك القضية وفي الأخير لديهم خيارين يعني أما يستمروا فيها إلى, إلى أن تقطع الرؤوس أو أن يقوموا بالوشاية ثم يغادروا الوطن إلى الأرجنتين ويعيشوا بهوية مزيفة يعني خلاص رواية هكذا تتحدث والان اظن انني اود ان يعني ان احرق بعض الاحداث فارجوك اذا وصلت لهذا الحد توقف عن مشاهده الفيديو حتى تقرا الروايه لكي لا احرق عليك الاحداث اما اذا كنت قد قرات بالفعل سابقا فانا هنا اود ان اكمل الفيديو يعني لان ضروري لدي راي شخصي حول النهايه لان النهايه فيها نوع وليس ليس لوبس ولكن ساشرح قضيه معينه فيها انا الكلام الكثير يضيقني صراحه اذا وصلت هنا اذا انت تريد ان نستمر في الموضوع في اخر صفحه من الروايه هي عبارة عن يعني آخر صفحة تقريبا هي عبارة عن رسالة رسالة الفارس أو الحاكم تلك القلعة إلى الملك أرسلها وهو يقول فيها أنه بكامل القوى العقلية والجسدية ويقول فيه بأن ويقول فيه بأن أنه ارتكب غلطة العمر حينما صدق أولئك الأربعة الشرديمة قطاع الطرق يعني كيف سمح لنفسه ان يتم التلاعب به بهذه البساطه قبل اولئك الاربعه مما ادى الى انه تم يعني قتل شنو كيسميوه ولي العهد وقتل كذلك يعني الحاشيه حاشيه الملك كل هذا مجرد مؤامره ضده يعني هو ارتكاب غلطة العمر. لكن ما 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 اردت ان اقول في هذه القضية هو ان يعني طبعا اربعة سجناء تم قطع رؤوسهم. لكن السر يكمن هنا باش الكاتب ذكي جدا يكمن في العنوان. رواية اسمها اسمها اكاذيب الليل. يعني جميع جميع تلك القصص المذكورة هنا كلها كذب لا يوجد أي شيء مبني على الصحة مئة بالمئة كلها نصف حقائق لا توجد لا توجد حقيقة مطلقة كلها مجرد أكاذيب متفق عليها وتم التلاعب بالحاكم الذي جسد يعني يعني قام بتمويههم انه قاطع طريق ولبس لباس مزيف لكي لكي يعني لعل وعسى واحد فيهم ان يشي باسم الملك هكذا كانت خططه وهكذا قد ظن انه نجح في الاطاحه بهم لكن العكس تمت الاطاحه به والسؤال هنا لماذا انتحر في اخر ذلك الحاكم حاكم القلعه لماذا انتحر بالضبط هناك سببين سبب وهو ضعيف والسبب الثاني ساخبركم به هذه قناعتي السبب الاول الذي جعله ينتحر ويطلق البندق يعني في فمه وينفجر رأسه ان انه يكتشف ان انه تم التلاعب به وكانه فأر داخل مصيادة تم التلاعب به بشكل لم يكن يتوقع ان انه, <applause> أنه سيطأ مثل هذه الحادثه في حياته ابدا أحس بالغدر وأحس بأنه مغفل في تلك اللحظة حينما قام بتصديق أولئك الأربعة هذا السبب الأول يعني أحس بنغزة في قلبي وكأنه ارتكب غلطة لهم حينما استمع لهم من الأساس فقام بالانتحار زيادة أنه كان مريض وكبير في السن ولا يوجد شيء يعني يفعله في الحياة يعني جزيرة نائية من ما فيها ما فيها التحد السبب الثاني الأهم وإذا لاحظت الرواية يعني تقرأ بين السطور كنت ذكيا جدا وفاطنا لما للرسالة التي يريد أن يوصلها الكاتب فهي أنه سواء الأربعة سجناء وحتى الحاكم في الأخير اكتشفوا شيء واحد عندهم رابط مشترك بينهم وهو لا أحد يتحكم في مصيره كلهم منساقون نحو القدر بدون أن يتدخلوا فيه يعني ليس لهم أي يد فيما يحصل لهم سأعطيكم مثال مثلا قصة الجندي قصة الجندي الذي قال أن أنه ولد يعني لقيطا يعني ليس لديه يعني أمه تم اغتصابها وولد لقيطا وفي الاخير قال بانه قتل ابو ابوه الجندي الرفع الرتبة لينتقم وكل هذا اكاذيب لكن الشيء الذي سرده في القصة ولو كانت كذبة بانه لم يتحكم في مصيره لم يتحكم في ولادته بذلك الشكل وجد نفسه لقيطا وعاش في الدير طفولته كلها تقريبا فما ذنبه هو كانسان او يعني شنو الذنب ديالو يعني اللي في الحياه ديالو فوجد نفسه انه يجب عليه ان ينتقم هذا الشيء الذي سرده الجندي اذا جينا عاوتاني لقصه البارون ولو ان القصة كلها كاذبه لكن هم في باطن ديالهم عندهم شيء يريدون ان يوجهوك رساله لله او رساله سخط ضد القضاء الذي ساقهم الى المقصله يعني قصه البارون اذا ركزت فيها ستجد انه قال بان اخوه هو الذي يعني عرفه بالاب السرمدي واخوه مات بموتى بطوليه مع العلم ان هذا كذب مات موتى شنق نفسه في شجرة يعني بشكل يعني بشكل عادي يعني ليست بالشكل البطولي الذي اوحاه لنا البارون لكن اذا ركزت في القصة ستجد انه قال كلام مهم بان بانه اخذ تقمص دور اخوه حتى انه حينما دخل لتلك الجمعية السرية دخل بالزي بالزي هكذا وتنكر على اساس انه اخوه شقيق التوأم يعني وكان وكانه اكراما لحياه اخيه الذي مات فقرر ان يدخل تلك اللعبه من البدايه الى النهايه ليكمل ما بداه اخوه الشقيق ف وكذلك نفس الشيء في قصة الطفل في قصة الطالب وفي قصة الشاعر كلهم يتشاركون في شيء واحد أن تلك اللعبة ديال أنهم يسقطون النظام الملكي وهذا الشيء ليس من اختيارهم بل وجدوا نفسهم في تلك القضية بدون الاختيار، تماما مثل الجندي الذي ولد وهو لقيط لم يتحكم في قدره، نفس الشيء الذي استنتجه الحاكم في نهاية آه يعني في نهاية القصة في تلك الرسالة قال بأن كل شيء كاذب تمام مثل عنوان اكاذيب الليل كل شيء كذب القصه التي سردها عليه كذب حتى القضيه كل كلها كذب في كذب ف وكانه وصل لحاله من العدم من العدم يعني و لا ادري يعني شعور بان لا شيء ثابت او اساسي في هذه الح... لا شيء حقيقي في هذه الحياه فقام بالانتحار هذا هو السبب الثاني الذي أود أن أشرحه لكم أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلتكم أما بالنسبة يعني لتقييم للرواية فهي تقييمي للرواية عشر من عشرة ليس فقط عشرة من عشرة بل حداش من عشرة رواية جميلة في جميع الأصعدة يعني من رأسها إلى أخماس قدميها يعني لا في الترجمه ولا في الحبكه ولا حتى في في حجمها حجمها صغير جدا يعني بامكانك ان تقراها في يومين او يوم كامل يعني وتختمها وبالفرنسيه اسمها لي مونسونج دو لانوي يعني كتيب صغير بامكانك ان تضعه في حقيبتك وانت مسافر او على الطائره او شيء من هذا القبيل كانت تجربة جميلة جدا لهذا الكاتب بوفالينو وأتمنى إذا وجدت كتاب آخر لا سأقرأ هاني وعيني مغمضة هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء